مساء الخير عليكم، اهلا وسهلا بحضراتكم معانا في برنامجكم 60 دقيقة. النهاردة حلقة استثنائية جدا، وهي سلسلة تكملة حلقات عن دايرة حلوان. دايرة حلوان اللي دايرة اللي كلها مشاكل، كلها معاناة لأهل الدايرة. مش هطول مع حضراتكم في الكلام، هقول لحضراتكم حاجة بسيطة حصلت معايا بعد الحلقة اللي فاتت. بعض مرشحين المحترمين في دايرة حلوان هم اتكلموا معايا وكانوا عايزين ان انا استضيفهم في الحلقه بتاعتي، وكان حضراتهم ليهم شروط معايا ان هم المكالمات اللي تدخل معايا في المكالمه ان هي تكون تبعهم هم. انا البرنامج بتاعي هو صوت لكل مواطنين حلوان، انا ما بجيبش هنا مرشح علشان المع فيه او اقول ان هو مرشح ينفع او ما ينفعش، انا طرف محايد. انا النهارده بتكلم بصوت اهل دايره حلوان، اهل دايره حلوان اللي هم اهلي، اللي هم انا عارف مشاكلهم كويس قوي وعارف المعاناه اللي بيعانوها قد ايه. فبعد اذن المرشحين مفيش حد يكلمني يقول لي هطلع مع حضرتك بشروطك. انت حضرتك انا بطلعك في البرنامج بتاعي علشان تيجي تقول لاهل الدايره انت حضرتك هتعمل لهم ايه. انا النهارده بفتح مكالمات لاهل الدايره عشان كل واحد عنده مشكله يقولها، كل واحد جواه حاجه يقولها، قد ايه هم بيعانوا في الصحه، قد ايه هم بيعانوا في التعليم. النهارده احنا وصلنا لمرحله متدنيه في دايرة حلوان. النهاردة حضرتك احنا عندنا ما عندناش مستشفيات في حلوان. فحضرتك النهاردة ارجوكم ارجوكم ارجوكم، انا مش محتاج من اي مرشح انه يجي معايا. ممكن حضرتك تروح للناس كتير او تلمع في حضرتك، انا ما بلمعش في حد، انا بتكلم بصوت اهل دايرة حلوان اللي هم اهلي، اللي هو انا واحد منهم، اللي حاسس بمعاناتهم، حاسس قد ايه هم عندهم مشاكل في التعليم، حاسس قد ايه هم عندهم مشاكل في الصحة، حاسس قد ايه هم عندهم مشاكل في الشارع. فبعد اذنكم انا بخاطب كل اهل دايره حلوان، حضرتك ما تقوليش هبطل صوتي او مش هنزل. احنا مش عايزين نعاني نفس المعاناه اللي احنا بنعانيها بقالنا سنين. الناس دي بتشرع لنا قوانين، فاحنا محتاجين من حضراتكم ان انتوا تنزلوا تقولوا علشان نقدر نحاسب الشخص اللي احنا هنديله. بعد اذن كل مرشح في دايره حلوان، احنا مش محتاجين من حضرتك خالص اي حاجه غير المواطن البسيط، المواطن اللي عايش في عبء ربنا اللي يعلم بيه هو قد ايه في معاناه، قد ايه في مشاكل، قد ايه عندنا مشاكل في التكاتك ومحدش لحد النهارده عارف يحلها، قد ايه احنا عندنا مشاكل في الصحه ومحدش لحد النهارده عارف يحلها. احنا النهارده طالعين بعض المرشحين يجيبوا بعض الاجهزه في المستشفيات. طب حضرتك كنت فين من 5 سنين؟ حضرتك كنت فين من 10 سنين؟ احنا مش محتاجين ده، احنا محتاجين حد يمثلنا، محتاجين حد يتكلم عنه بجد. النهارده مش هطول على حضراتكم، معذره ان انا اتعصبت، بس المواقف اللي بتحصل معايا انا بتكلم باسم اهل دايره حلوان. اللي عايزه الناس هو اللي هيجي، انا مش متحيز لحد او ان انا ما بقولش انتخب مين وما تنتخبش مين. انا كل اللي بقوله لحضرتك هي المعامله في حلوان بقت معاملات ماديه، اللي معاه اكتر بيعمل دعايه اكتر. هو الموضوع مش معاملات ان انا معايا فلوس، لا، انا ممكن اخد واحد هو ما يملكش الفلوس بس يملك قلب طاهر يحس بالمواطن في حلوان، الاقيه ان انا وقت ما يحصل لي مشكله هلاقيه متواجد معايا، هلاقيه بصوتي، هلاقيه مساندني، هلاقيه يحل لي مشكلتي. احنا النهارده ما عندناش محليات. مش هطول على حضراتكم، النهارده احنا مستضيفين مرشح من اهل دايره حلوان وهي ممثله المراه في حلوان، وهي استاذه ايمان حسين بنت المربي الفاضل استاذ حسين. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك. يعني بدون مقدمات لحضرتك، احنا عايزين نعرف ليه حضرتك اخترتي الوقت ده بالذات علشان تترشح عن اهل دايره حلوان. حضرتك فكرتني بموقف يخصني انا شخصيا او لمسني انا شخصيا. هو يعني مع بابايا الله يرحمه، وقت ما كان فعلا هو بابايا الله يرحمه ما شاء الله كان عليه شديد، يعني ما كانش بيعاني اي مشكله صحيه. تمام. مره واحده كده لقيناه قدامنا، وقع قدامنا. تمام. دخلنا بيه المستشفى، مستشفى النصر. طبعا. للتأمين بحلوان. قعد في المستشفى مفيش إمكانيات أو رعاية طبية. تمام. كل اللي بياخده مسكنات. إيه الموقف اللي حصل معاكم في المستشفى؟ حضرتك لا، مفيش رعاية طبية، مفيش غرف عناية مركزة إن إحنا نقدر نلحقه بيها. طبعا. مش عارفين يعني، خلينا إن إحنا عاجزين إن إحنا نعمل له حاجة. حسيت إن بابايا بيضيع من إيديا. تمام. لو كان في ساعتها أو وقتها غرف رعايه مركزيه او علاج او حاجه تلحقه بدل المسكنات اللي كان بياخدها، كنا قدرنا ان احنا نلحقه. ف تعات وقتها ان كل اب في حلوان او كل
اخ وكل ام ان هو سند ليا، ان انا الاقي بابايا فيه. تمام، ده هيخلينا نقول لحضرتك ان احنا كده معنى كده ان حضرتك اصل البرنامج بتاعك هو الصحة. تمام تمام، احنا ممكن يعني. نقول ربنا يرحمه، هي بنت الاستاذ مربي الاجيال استاذ حسين اللي ربى اجيال كتير جدا وناس كتير في حلوان عارفاه هو قد ايه عانى، قد ايه كان من الناس اللي حاربت في حرب اكتوبر. هي قبل الحلقه هي كانت بتتكلم بتقول لي ان باباها قد ايه هو كان حارب في 73، من الناس اللي حاربت في حرب اكتوبر، من مربي اجيال، هو مدرس ربى اجيال كتير جدا، طلع كوادر، طلع دكاتره، طلع محاميين، طلع ضباط، طلع مهندسين. فصعب جدا النهارده عن ان احنا بنتكلم عن مربي اجيال ان انا اخش النهارده في مستشفى الاقيه موجود النهارده في مستشفى انا مش عارف اعمل له حاجه. كل الناس اللي عارفه استاذ حسين وانا عندي الاعداد حضر طبعا، واما جه قالوا ان احنا استاذ حسين كان ناس كتير عارفاه، ناس كتير بتشكر فيه، هو من الناس مربين الاجيال الناس المحترمين. فاحنا انا بوضح لحضراتكم لان يا استاذه ايمان من الواضح ان هي تاثرت طبعا، هو ربنا يرحمه ويرحمنا جميعا. بس فاحنا نتنقل من حضرتك من الموضوع دوت، نتكلم عن البرنامج الانتخابي بتاع حضرتك. بس حضرتك لا ولا يهمك، احنا النهارده هنتكلم عن يعني اظن من الواضح ان اهم اولوياتي اولوياتك هي اللي هو الصح. تمام، ما فيش يعني دارة حلوان كلها تفتكر للخدمات الصحية. تمام، ما فيش إلا مستشفى واحدة في حلوان، هي مستشفى حلوان العام زي تمام. ما ذكرنا، مستشفى النصر للتأمين. تمام، احنا عايزين نطور من المستشفيات ديت، تمام، يبقى فيها وحدات رعاية صحية، تمام، يبقى فيها أجهزة طبية متطورة، يبقى فيها علاج لكل مواطن ان هو يقدر بسيط يقدر يتعالج، ده حقه ان هو يتعالج، مش حقه ان هو ما يلاقي نفسه تعبان ان هو يتحكم عليه، هو يعني ده امر ربنا، بس ما يلاقيش نفسه ان هو اتحكم عليه ومات، نقدر نلحقه. واحنا نقول ان ده احنا المستشفيات بتاعت حلوان بتفتقر حاجات كتير قوي، يعني بتفتقر حد مسؤول حقيقي يدور على الناس دوت. يعني حضرتك تمام احنا عايزين نعرف حضرتك ايه يعني اما تعايشت في الموقف ده كان ايه احساسك؟ ليه ما لجأتيش لحد مسؤول في المكان ان هو يجري معاكي او يروح او يجي؟ ده ليه ما عملتيهوش؟ لا حضرتك، انا عملت كده تمام، يعني، بحثت عن اي مسؤول زي ما تقول حضرتك بتتعلق باي حاجه عشان نقدر ان هو بس الحق بابايا، يعني هو بيضيع من ايديا، تمام، فما لقيتش حد ان هو ما لقيتش حد استغيث بيه، تمام، يعني كان ده الامل في ربنا سبحانه وتعالى. خلاكي نقول ان انت النهارده اولويات برنامج بتاعك النهارده احنا عايزين نسال حضرتك النهارده قعدتي اول النهارده قعدتي على الكرسي تمام وبقيتي عضو في البرلمان، تمام اول حاجه هتعمليها الموقف اللي انت عشتيه لاهل حلوان ايه؟ ما الموقف اللي حضرتك تعايشتيه وتعايشت فيه ده موجود من ناس كتير بتتعايش فيه كل يوم، احنا متعايشين في المواقف دي كل يوم، ناس كتير بنسمع عنها. بعض المستشفى احنا بنخش مستشفيات بنشوف حالات، احنا بنخش نشوف يعني معذره اللي بيبقى الدبان ملموم على وشه من عدم بالظبط. الرعايه الصحيه، من عدم من الاهمال، من كل ده مش موجود. بالظبط حضرتك، احنا رحنا مستشفى النصر التأمين، تمام، انا دخلت يعني هو قعد 5 ايام فيها، دخلت لقيت بابايا كل يوم بيسوء حالته، مفيش الا مسكنات بيدخلوا اديهاله، على يعني معذره ملموم عليه الذباب، تمام، فانا مش عارفه اعمل ايه، يعني اروح فين ده اعمل اللي ايه، نقلك وخلاك النهارده بتقولي انا همثل اهل دايره حلوان. حسسني بالعجز، عدم القدره، ان تمام، بابايا ان هو بيضيع مني. برضه هنقول لحضرتك النهارده اول يوم ليكي في البرلمان هتعملي ايه للمواطن اللي الحالات الكتير اللي زي باباكي؟ حضرتك كل واحد في اب او في دايره حلوان او ام او اخت كده بيمثل ان هو يعتبر سند ليا، هطالب ان احنا نطور من مستشفى حلوان العام ونزودها بالاجهزه الطبيه والرعايه الطبيه، ويبقى في اول حاجه غرف رعايه مركزيه، هي دي لو كنا لقيناها كنا نقدر ننقذ بيها حياه، تمام، وحياه اغلى حد كان تمام، كان عندي تعرضت تمام، ليه. ان احنا نزودها بالأدوية والعلاج المناسب للمواطن ده. تمام،
المواطن البسيط، لو ما فيش فقر حضانات، فقر في فقر الحضر. طب عادي، يعني احنا بنلاقي في المستشفيات نقص في الاطباء. تمام. يعني في مستشفى حلوان النهارده بنقابل ان احنا في نقص في الاطباء، يعني ده مش عجز في الاجهزه بس، كمان بالظبط. ده نقص في الاطباء وطاقم التمريض. تمام. تمام. وحضرتك عايزين ان احنا في حلول عاجلة، احنا عايزين نزود مستشفى حلوان العام بغرفة لغرف العمليات مزودة بكافة الأجهزة الطبية، تمام ونعمل قسم خاص فيها لذوي الإعاقة أو تمام ذوي الهمم. تمام ان احنا نعمل فيها حضانات عشان الأطفال الأطفال الحديث الولادة، تمام نعمل فيها الغرفة العناية المركزة زي ما قلت لحضرتك تمام ده بالنسبة للحلول العاجلة. العاجل. بالنسبة للتطوير في الصحة، التطوير في الصحة ان احنا نعم نقدر ان احنا نسرع في وجود قوافل طبية مجهزة، تمام وان احنا نسرع في ايجاد، عايزين لكل حي من دايرة حلوان مستشفى عام ليه تمام خاصة بيه، يبقى مزودة بكافة الأجهزة ومتطورة، ان هو وقت ما يبقى تعبان او عيان يلاقيها، يلاقي ان يقدر يدخل وياخد العلاج. تمام احنا ممكن معانا مداخلة تليفونية. أستاذ عماد من القاهرة، اتفضل يا فندم. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، انا كنت بكلم حضرتك بخصوص المرشحه الاستاذه امان حسين. اتفضل. الحقيقه انا كنت من احد تلاميذ والدها الله يرحمه، تمام. والاستاذ حسين يعني صاحب نظره تعليميه في منطقه الحبايه حلوان ووادي حوش وعز كامل سيدي الاجديه. تمام بصراحه يعني الاستاذ حسين من زمان يعني لو اتكلمت عليه مش هقدر اديله حقه، يعني ربنا يرحمه يعني جميع ويرحم جميع اموات المسلمين. يا رب. تمام فهو كان راجل خير جدا جدا جدا، تمام وبصراحه يعني الاستاذ امام بتعمل حاجات خيريه كتير. فانا يعني بصراحه انا مبسوط جدا ان انا لقيت حد من ابتدائي عايز الاستاذ حسين ان هو عايز يكمل مسيره والده. تمام بس فانا كنت بتبسط يعني، بقول ان شاء الله كلنا معاها وان شاء الله كنا عند حسن ظننا فيها زي ما ولدها، يعني ما خيبش ظن اي حد خالص بصراحه، كان بيلجا له في اي وقت. تمام بنشكر حضرتك، وبالتوفيق ان شاء الله. بنشكر حضرتك يا فندم، شكرا. هنتكلم مع اشكر استاذ امام. نتنقل بقى تمام. عن اولوياتك بعد الصحه. احنا عايزين نشوف النقاط الاساسيه بتاعتك في البرنامج بتاعك ايه. حضرتك بما ان انا امثل المرأة، فانا دوري ان انا اتكلم عنها تمام من خلال دراستي، وعملت دراسة كده مقترحة تمام ان شاء الله وتبقى في حيز التنفيذ سواء كنت تحت قبة البرلمان او لا. تمام انا عايزة اجمع فيها كل انواع المرأة بكل انواعها. هتجمعيهم ازاي؟ حضرتك اعمل جمعية تمام تحت وليكن تحت مسمى جمعية المرأة بحلوان تمام او جمعية سيدات حلوان، تمام يبقى جامعة او شاملة لكل طوائف المرأة بانواعها بكافة انواعها. الجمعية دي تفصيلها ايه، او انت عبارة عن ايه الجمعية؟ انا اول مرة اسمع حد بيتكلم عن عمل جمعية شاملة في حلوان اسمها جمعية المرأة، ده هي تبقى عبارة عن ايه او تفاصيلها ايه؟ تمام حضرتك. انا يبقى في كل انواع المرأة ازاي، المرأة يبقى المرأة المتعلمة هتبقى تخص تلزمني في المشروع ده، تمام. والمرأة العاملة، المرأة الغير متعلمة تمام. والغير عاملة تمام. المرأة القادرة والغير قادرة، المرأة المعيلة اللي هي المطلقة تمام. او واللي هي أرملة تمام. وحضرتك اللي هي تعول عامة، واللي حضرتك اللي هي بتربي ايتام تمام. عندها بنات في سن التجهيز تمام. نجهزها خالص. هنجمع كل ده تحت مسمى جمعية المرأة بحلوان. تمام. هنقدر ان انا من خلالها اجمع عنهم الداتا او البيانات اللي تلزمني تحت معاونة وزارة الشؤون الاجتماعية في سرية تامة. تمام. نعمل فيها نعلمهم مهنة او حرفة. تمام. وطبعا ان الدولة مشكورة بتوصل لهم عن طريق برنامج تكافل وكرامة. تمام. احنا عايزين نزود الدخل المادي بتاعهم. تمام. ان هم ما يحتاجوش لحد. تمام. عايزة امنع المرأة مرأة حلوان من العوز من مد ايديها ان هي تستنى الخمسين جنيه او الكرتونة اللي يدوها لها ويصوروهم معاها، صوروا معاها. لا، انا عايزة اقول ان المرأة دي ان الله سبحانه وتعالى كرمها الاسلام، وان الرسول صلى الله عليه وسلم قال واستوصوا بالنساء خيرا. ومش معنى كده ان انا بتكلم عن المرأة المسلمة لا، والمرأة المسيحية احنا كلنا سواء، احنا كلنا مع بعض في قلب الدايرة. تمام. ان احنا ننهض بيهم ونعمل لهم دخل مادي
يعود عليهم الدخل المادي ده، يعني اكتفاء ذاتي داخل دايرة حلوان، ندخل لهم مهنة أو حرفة إن هم يتعلموها يقدروا من خلالها يعود عليهم بربح أو عائد مادي، طبعا بالمشاركة بالمساهمة بالجهود الذاتية. ورجال الأعمال، رجال أعمال الحلوان هم محترمين جدا، ما بيتأخروش عن المساهمة. تمام، ده بالنسبة للمرأة. هنتكلم في نقطة التعليم. تمام، بالنسبة للتعليم حضرتك، احنا عندنا ارتفاع الكثافة الطلابية في حلوان، ان كثافة الطالب تمام، الواحد قبل ما بتوصل نتكلم لمية. في التعليم معانا أستاذة ناني وليوم. تمام، أستاذة ناني، أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك، أهلا وسهلا يا فندم، شرفت برنامج اتفضل. 60 دقيقة. نعم، شرفت برنامج 60 دقيقة. الله يخليك، شكرا لي. اتفضلي يا فندم. انا بتكلم بخصوص الاستاذة ايمان. تمام. انا لسه عارفاها قريب الحقيقه، ما كانش عندي اي خلفيه عنها، تمام. ولما اتكلمت يعني اتكلمت معاها وعرفتها، لقيت ان هي من اسره طيبه جدا، تمام. ومش هدفها مكسب ولا فلوس ولا حاجه. وحتى اول حاجه قالتها لي انا معيش فلوس ادفعها لحد، ولا ما هدايا ولا الكلام ده. يعني حتى في فيديو انا كنت عاملاه معاها، قلت لها هتجيب لنا هدايا ايه تمام بقى، بطاطين ولا ايه؟ قالت لا لا انا معيش فلوس للكلام ده خالص. تمام فهي اصلا الوالد كان صاحب عمل خيري في المنطقه، وكان مربي فاضل، فانا لقيت ناس كتير فعلا عارفاها وبيشكروا فيها جدا. وهي في العمل الخدمي التطوعي من غير اي مقابل كانت بتشتغل فيه. هنستغل وجود حضرتك وعلى معانا مدام ناني ونتكلم عن الجمعية. أستاذة إيمان بتتكلم النهاردة عن عمل جمعية المرأة بحلوان، شاملة تمام، جميع نساء حلوان، وعمل يا ريت. اتفاق ذاتي للمرأة بحلوان إن هو ايوه المرأة المتعلمة والقادرة والغير قادرة، وهي مش مساعدتهم ماديا، هي عايزة تساعدهم ويبقى عنده اكتفاء ذاتي، من ناحية ان هو بيبقى النهاردة عند حد محتاج هي بتساعده بحرفة او مهنة. فكنت عايز اعرف رأي حضرتك ايه في الموضوع دوت، وانتوا ايه يعني، اكيد حضرتك من دور حضرتك اكيد سيدة من سيدات حلوان، فكنت عايز اعرف رأي حضرتك في الموضوع ده ايه. هي فكرة كويسة طبعا، تمام بس محتاجة الدولة تساعدها فيها، هي مش هتقدر لوحدها، تمام لأن السيدات في حلوان كتير جدا، المرأة المعيلة دي محتاجة مساعدة جامدة جدا، فلازم الدولة تساعدها معاها فيها، ورجال الأعمال يساعدوا معاها، هي مش هتقدر تعمل لوحدها كل حاجة. تمام من حضرتك برضو، يعني بما ان حضرتك سيدة من سيدات حلوان، حضرتك شفتي في حد حقيقي جه حلوان من فترة كبيرة هو عمل لسيدات حلوان حاجة، سواء لا مرشحة ست او راجل؟ لا 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 لا، انا اعرف تمام المعرفه، الاستاذه دينا عبد العزيز والحاج حمدي عبد الوهاب، الاستاذ نص، استنى ما افتكر لك اسمه، اسماعيل نصر الدين، والكابتن رضا البلتاجي، انا اعرفهم الاربعه معرفه شخصيه، تمام وقعدت معاهم كلهم، وكلهم ناس محترمين جدا، تمام ولكن للاسف ما حدش فيهم عمل حاجه للمراه لسبب واحد، ان الدوله مش مساعداهم. انا تمام مش هقول تاثير منهم في اي حاجه، لا حضرتك الدوله مش مساعده. النهارده بنتكلم عن المفروض ان انا عضو مجلس نواب قاعد في البرلمان، دوري ان انا مش هتحمل النهارده الدوله بتقول ان انا مش قادر اساعد، بس انا عندي رجال اعمال في المكان، عندي جمعيات موجوده كتير، انا ممكن اعمل لم شمل بين الجمعيات ديت واحاول اطور من الكلام دوت. المفروض كان يتعمل كده. بالظبط، احنا النهارده بنتكلم عن حد بيتكلم عن عمل جمعيه، احنا ما سمعناش، عشان كده بقول لحضرتك هل انت سمعتي قبل كده مرشح بيقول عن عمل جمعية للمرأة واكتفاء ذاتي للمرأة وعدم لا، وجود مرأة؟ المرأة مهضوم حقها في حدائق حلوان وحلوان والمعصرة، تمام مهضوم حقها جامد. تمام يعني حضرتك أنا من نفسي كل الناس اللي قاعدة في الشارع بتبيع خضار أو بتبيع مناديل، الناس دي يبقى ليها مكان محترم، نحترم أدميتهم شوية. تمام يعني حضرتك بتأيدي الفكرة، فكرة طبعا، يعني فكرة أول مرة نسمعها من مرشح في دايرة حلوان عامة، سواء سيدة أو رجل، إن هو هي بيتكلم عن يا ريت سيدات لو حلوان أصلا. عملتها يبقى هي كده كفة حلوان لو عملت كده، تمام بالإضافة طبعا للتعليم، هي برضو هتاخد مجال التعليم إنها تفتح مدارس، لأن مستوى الكثافة في الفصول عندنا جامدة أوي، تمام فربنا يوفقها للخير إن شاء الله. بنشكر حضرتك مدام ناني، شكرا جدا. شكرا. نرجع لنقطة التعليم. التعليم،
تمام. اللي هي بتخص كل المواطنين حلوين بالكثافات بالمشاكل الموجوده كده يعني. حضرتك ايه اللي حضرتك شايفاه هتطوري بيه التعليم ازاي؟ حضرتك احنا عندنا ارتفاع الكثافه الطلابيه داخل الفصل الواحد، احنا عدد الطلاب بيوصل ل 100 طالب. تمام. طبعا ده لما في كثافه طلابيه وارتفاع عدد الطلاب ده بيؤدي ان الطالب مش بيستوعب اللي هو للمدرس بيشرحوله. تمام. وكده في الناحيه دي الطالب بيتظلم والمدرس كمان بيتظلم. تمام. هيقول المدرس مش عارف يوصل المعلومه، لا ما حضرتك خفلي الكثافه الطلابيه ديت عشان يقدر كل طالب ياخد حقه وكل مدرس ياخد حقه. احنا عايزين نزود عدد المدارس، عايزين حضرتك المدرسه نفسها نعمل ليها تطوير، تطوير للمدارس، المعلم نفسه ان احنا نطور من وضعه المادي، نحسن من وضعه المادي، ان احنا نرفع له المرتب بتاعه على اساس ان هو حضرتك الراتب بتاع المدرس لحد دلوقتي من سنه 2014 انا عاوز اوصل بيه احنا في 2021. تمام. ادي مدرس حقه عشان يقدر ان احنا نرتقي بالطالب والمدرس، وفي نفس الوقت ان هنخف من على ولي الامر عبء الدروس الخصوصيه او نخفف من عن ولي الامر المصروفات الدراسيه. تمام. هنرجع للنقطه دي تاني. معانا مكالمه تليفونيه. استاذ صلاح من حلوان، اتفضل يا فندم. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. حضرتك سامعني؟ اه حضرتك معاك، اتفضل. حضرتك على الهوا. حضرتك ممكن توطي التلفزيون شويه؟ احنا طبعا يعني بنشكر حضرتك وبنشكر مدام ايمان، وان شاء الله ربنا يوفقها لان هي يعني انسانه خيره وكان والدها برضو انسان خير، وان شاء الله نتمنى باذن الله ان ربنا يوفقها في مجلس الشعب ان شاء الله، وتمثل دايره حلوان ومايو والتبين ان شاء الله والمعصره باذن الله. بنشكر. يعني متوسمين فيها خير باذن الله انها ترفع الناحيه الصحيه والناحيه التعليميه. بنشكر حضرتك جدا يا فندم، شكرا. هنرجع لموضوع التعليم. بالنسبه لتطوير المدارس، ايه البلان او ايه الخطه اللي حضرتك عاملاها لتطوير او زياده عدد المدارس؟ احنا بنسمع الكلام ده عامه كتير جدا، لان احنا النهارده احنا بنتكلم عن مرشحين، احنا بقى لنا 10 سنين ما بنسمعش غير كلام. احنا النهارده بنسمع هو اي حد بيجي انا هطور مدارس، انا هزود مدارس، احنا ما بنسمعش غير وعود انتخابيه فقط. ايه اللي يخليني انا كمواطن من اهل دايره حلوان يبقى عندي مصداقيه في كلام حضرتك؟ يعني حضرتك اهم حاجه انا كمجال عملي من الاساس ان انا كمدرس او ليسانس اداب تربيه. تمام. فانا عايزه ارتقي بالتعليم، هو اساسا هو في تطوير للتعليم، بس احنا ارتقي بيه ازاي؟ تمام. زي ما قلت لحضرتك ان احنا نقلل الكثافه الطلابيه. ثاني حاجه ارتقي بمستوى المعلم. يعني عندك حلول عاجله هتعمليها؟ حلول عاجله، حلول فوريه هنشوفها. يعني اول ما حضرتك النهارده بقيتي بتمثلي اهل دايره حلوان تحت قبه البرلمان، حضرتك عندك حلول فوريه هتعمليها؟ هو في حضرتك اقتراح بسيط ان هو بعد اليوم الدراسي نفسه طبعًا. ان اخلي المدرس يدي الفصل بتاعه داخل المدرسه زي ما يكون كده درس خصوصي اللي حاجات تقويه اللي هو مجموعه تقويه. اه بالظبط، اللي عايز ياخد ياخدها، بس هنخليه باجر بسيط. تمام. وليكن مثلا 150 جنيه، فال 100 جنيه دي طبعًا. ياخدها المدرس وال 50 للمدرسه. تمام. فحضرتك ده هيخفف لنا كتير. تمام. بالنسبه على ولي الامر، خلاص المدرس التلميذ ده او الطالب هيرجع البيت ان هو استرجع الماده الدراسيه بتاعته، وهترفع مستوى المدرس. بقيه الفلوس اللي اخذتها المدرسه المدرسه المفروض تعمل اكتفاء ذاتي بالمبلغ ده اللي يوصل ليها. تطوير المدرسه ان هي تجيب ديسكات او مقاعد. يعني حضرتك عايزه تعملي اكتفاء ما بين المدرس كماديا، ان انت بتعوضيه ماديا وبتطوري المدرسه بعيدا عن ان انت محتاجه للدوله في التطوير او مش التطوير. اه بالظبط. بما ان احنا بنتكلم في التعليم، معانا مكالمه من وزير السعاده بحلوان الاستاذ محمد حامد عضو مجلس المحافظه عن دايره حلوان لمده 10 سنوات. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك يا استاذ اسلام. اهلا وسهلا بحضرتك. اتفضل يا فندم. اهلا بحضرتك. الو. ايوه مع حضرتك يا فندم، اتفضل. اه
كل سنة وحضراتكم طيبين يا أستاذ حضرتك إسلام، طيب، حضرتك طيب. حضرتك طيب أستاذ. أهنئكم جميعا وجميع الأمة الإسلامية بحلول المولد النبوي الشريف، حضرتك طيب عاد وفيا. الله علينا وعليكم جميعا باليوم والبركات يا رب العالمين. يا رب. كل سنة وحضرتك طيب يا أستاذ حضرتك إسلام. طيب. بداية أحب أشكر حضرتك وعلى كل القائمين بالعمل على هذا البرنامج الناجح ربنا يبارك الجميل، حضرتك، شكرا. وعلى إتاحة الفرصة ليا لشكركم جميعا، وطبعا أخص بالشكر شعلة النشاط دكتورة هويدة دينامو الإعداد. ربنا يخلي حضرتك يا فندم. الله يبارك في حضرتك، ربنا يبارك حضرتك. بقى لك نستغل ازيك يا حضرتك أستاذ قبل ما حضرتك إيمان؟ تتكلم في أي حاجة، عايزين حضرتك تتكلم عن 10 سنين تطوير في أحياء حلوان. حضرتك النهاردة من سنة 2010 لحد النهاردة مفيش تطوير في أي أحياء لحلوان، فقبل حضرتك ما تتكلم مع أستاذة إيمان محتاجين من حضرتك النهاردة تقول إحنا وصلنا ليه لحالة متدنية في حي حلوان، في حين ان احنا والله قبل يا استاذ سنة اسلام 2010 كان عندنا تطوير شامل في حلوان من رصف طرق لصرف صحي جيد لكل الكلام ده، كل الكلام ده ما بقاش متواجد. اولا يا استاذ اسلام، هو احنا ما عندناش لحد وقتنا هذا مجلس محلي، تمام، والقائم على العمل ده كله المجالس المحليه، تمام، مش المجالس التشريعيه زي مجلس النواب. لا، احنا ما عندناش مجالس محليه بتتابع، مفيش منظومة مراقبة على الجهاز التنفيذي، فلازم تبقى الحالة متردية. تمام. ما عندناش عملية اتطورت من 2010، فغير طبعا الحاجات اللي هي القديمة اللي اتطورت، لكن مفيش مباني جديدة ولا الأبنية التعليمية. آخر طرح اتبنى كان بناية الدكتور محمد علي محجوب في المنظومة التعليمية. مفيش رصف طرق، مفيش الكلام ده كله، مفيش شبكة مياه، مفيش تجديد، مفيش رعاية. فطبعا العملية عملية المحليات هي أساس الدولة. هنسأل حضرتك، ده ينقلنا لسؤال مع حضرتك دلوقتي، إن إحنا مفيش مجلس محلي، مش ده دور لا عضو طبعا. مجلس النواب اللي جاي المفروض طالما مفيش مجلس محلي هو المفروض يقوم بدور عضو المجلس المحلي في حلوان عن اهل دايرته لحد ما اه يكون طبعا. فيه. بص، هو المسؤوليه ما نقدرش نتخلى عنها، المسؤوليه على الكل. تمام. وطبعا في الاساس على عضو مجلس النواب، ان هو المجلس التشريعي الوحيد في الدوله. يعني هو المجلس الوحيد اللي في الدوله بيشيل عبء المحليات وبيشيل عبء التشريعات، والمفروض ان هو بيتابع كل ده مع المحافظين ومع الساده الوزراء. وفي لجنة الموازنة بيتم تخصيص مبالغ مالية للمحليات عن طريق المحافظين. ده فالمفروض هيخلينا ان هو نقول ده لحضرتك، بيتابع. نقول لحضرتك ان احنا عندنا ناس مرشحين في البرلمان داخلين البرلمان، هم ما يعرفوش اصلا يعني ايه موازنة ويعني ايه كل الكلام ده، هم غير ملمين بيه. فاحنا يعني حضرتك تنصح ايه اهل دايرة حلوان، بما ان حضرتك من الشخصيات المحبوبة جدا في حلوان، كل الناس، الرجل الوحيد اللي شفته هو مش محتاج كرسي، من يعني من كتر حب الناس فيه هم اللي عايزينه يقعد على كرسي، برغم ان هو اللي رافض دخول السياسة، هو بيطالب بخدمة الناس او حب الناس بعيدا عن الكراسي او بعيدا عن السلطة او بعيدا عن الكلام دوت. حضرتك تنصح اهل دايرة حلوان بايه؟ بالاعضاء ربنا بالمرشحين يبارك الموجودين حاليين. أولا بشكر حضرتك على الكلام الجميل ده يا أستاذ إسلام، حضرتك والحمد أنا بقول لله حقك. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. أنا النصيحة طبعا، كل اللي نازلين النواب كلهم أصدقاء، أو المرشحين كلهم أصدقاء وناس محترمين وعلى درجة كبيرة من الوعي، وفي طبعا محدش بيملك كل حاجة. يعني في ناس برضو لازم تاخد دورات تدريبية، لازم تاخد، يبقى في تفرقه في معرفه النايب ما بين الاستجوابات وطلبات الاحاطه والطلبات برغبه والبيانات العاجله. لازم كل ده يبقى في دورات تدريبيه للي هم داخلين لسه اول مره. لو للاسف وطبعا اللي عندنا في هم حلوان حضرتك المرشح بيظهر مرتين في السنه، مرتين اثناء توليه، هو مره وهو جاي يوزع الكراتين بتاعته على الناس، هو بيستغل طيبه الناس واحتياج الناس
هو ما بيدورش على تحسين وضعهم الاجتماعي قد ما هو بيدور، هو تقريبا في بعض النواب او بعض المرشحين هم عايزين الناس كده، اللي هو يجي يديله كرتونه فيروح يديله صوته. فاحنا والله عايزين نوعي الناس ان ده ما ينفعش. حضرتك تقول لهم كلمه توعيهم بيها. احنا في ايدينا ان احنا نختار النائب المماثل، النائب اللي يمثلنا تحت قبه البرلمان، النائب اللي نثق فيه ونثق في تشريعاته ونثق في ادارته للعمليه المنظومه كامله في حلوان. مش المنظومه التعليميه ولا الطبيه بس، لا، المنظومه كامله في حلوان محتاجه لرعايه من محليات، من كل حاجه، كل حاجه محتاجه رعايه جامده. حلوان محتاجه حلوان من جديد. تمام. محتاجه حلوان من جديد بجد. الحال في حلوان اتدهور جدا، ومحتاجين نواب قويه جدا تقدر ان هي تساعد اهالي حلوان على النهوض بيها. مش كلام بس يا استاذ اسلام، مش كلام يعني بس. حضرتك من الشخصيات القليله جدا اللي طلعت صريحه وواضحه وقالت ان حلوان فيها مشاكل بدون تردد، بدون مجامله لحد. النهارده احنا الناس خايفه تطلع تقول ان احنا عندنا مشاكل فعليه في حلوان، يعني الناس النهارده عندنا في كل منظومه مشاكل. ما عندناش حلول. وما عندناش حلول، يعني احنا عندنا مشاكل بقى لنا 10 سنين، احنا بقى لنا 10 سنين ما شفناش حاجه واحده اتحل. ولا صحه ولا تعليم ولا بطاله ولا اعاده تشغيل اماكن سياحيه تدخل دخل لحلوان، هو دخل غير طبيعي، كل ده احنا مش شايفين منه تطوير. ومش شايفين برامج حقيقيه. في بعض المرشحين القليلين جدا اللي النهارده بيدوني امل في بكره ان ممكن حلوان تتغير. حضرتك رايك ايه في الكلام ده؟ هي دي المرشحين اللي نقدر ان احنا نساندها. نساندها مش علشان تقعد على الكرسي بس، احنا نساندها علشان خاطر تنزل تشوف مشاكل الشارع، تنزل تحل مشاكل الشارع، تنزل تشوف المنظومه التعليميه، تنزل تشوف المنظومه الطبيه، تنزل تشوف الناس بتوع المعاشات، تنزل تشوف المعاناه اللي بيعانوها. كل حاجه المنظومه عايزه مراقبه من كل جهه. لازم كل جهه تصحصح في حلوان، والنواب دول يقولوا احنا موجودين. طب نعمل ايه بقى للنهارده الناس اللي بتستغل ان هي معاها فلوس كتير جدا ومغطيه على الناس الكفاءات؟ لانه طبعا النهارده بيوزع كراتين كتير جدا، بيعمل يوفط كتير جدا، مغرق الدنيا دعايه ومغرقها شنط ومغرقها، هو الموسم بتاعه. يعني احنا هنقول ان ده موسم، انا دايما بسمي الموسم دوت هو موسم ايه؟ موسم السماسره وموسم توزيع اللي هو مثلا داخل علينا المولد النبوي الشريف، يوزع حلاوه، يوزع مدارس، في مدارس يوزع شنط. احنا ازاي نقدر نطلع المرشحين الحقيقيين اللي بيمثلونا؟ اللي هو الموضوع مش موضوع ان انا معايا كام، ما انا لو انا عايز يبقى معايا كام هروح ادور على حاجه اعرف اخد منها فلوس كتير، مش هدور على خدمه الناس. انا النهارده حد معايا فلوس كتير جدا، ليه الناس بتدفع ملايين عشان توصل للكرسي؟ اظن يا استاذ اسلام احنا دلوقتي الناس عندها وعي كافي قوي، وعرفت ان السياسه هي لقمه العيش. عرفت كويس قوي ان لما يختاروا النائب الصح هو هيوفر لهم الخدمه الصح، مش هيتعبهم، هيوفر لهم التعليم لاولادهم، هيوفر لهم المنظومه الصحيه ليهم ولاولادهم. عرفت، فهمت، الناس ما بقتش بالسذاجه قوي اللي ممكن نائب من النواب يشتري الكرسي بفلوسه. تمام. ما بقاش فيه الكلام ده خلاص. تمام. الكلام ده خلاص ما بقاش موجود عند الشعب المصري، وبالاخص في حلوان، لان حلوان اغلبها منطقه عماليه. ناس فهمت، عرفت ان هو لما هيقعد مش هياكل، مش عارف يمشي في الشارع علشان خاطر الشارع مش كويس، مش عارف يعلم ولاده عشان المنظومة التعليمية مش كويسة، بيقعد بدل ما بيقعد 30 و40 طفل أو تلميذ في الفصل بيقعد 100 و120. لا، الناس فهمت، وفهمت إن مش هتدي الكرسي لنائب يشتري الكرسي تاني، لأن هم مش هيعيشوا ده تاني، مش هيعيشوه يا أستاذ إسلام تاني. نعمل خلاص. إيه في الناس المقاطعة اللي بتقول لك أنا مش نازلة انتخابات وانا رايي؟ يعني انا شفت بنفسي بعض المرشحين، هو مش عايز الناس تنزل، هو عايز الناس اللي هو بيعرف يجيبهم كويس قوي او بيعرف يحطهم في العربيات بتاعته علشان يروح. احنا في ظل عهد الرئيس السيسي اظن ان احنا ما بقيناش محتاجين الكلام دوت، هو في انفتاح، في حريه، الرئيس السيسي مدينا الحريه المطلقه
في اختيار النائب، في اختيار صوتك، في اداء الصوت بتاعك، كل الكلام ده دلوقتي متاح في النقد البناء اللي يبني ويطور من الحاجه. تقول ايه حضرتك للناس اللي بتقول لك انا مقاطعه، وبعض المرشحين اللي مبسوطين جدا بان الناس مقاطعه الانتخابات عشان يعرف يعمل اللي هو عايزه؟ لا، انا بقول للناس انزلوا قولوا صوتكم بالسلب او بالايجاب، اختاروا مرشحينكم، ومش عيب ان احنا غلطنا مره، مش عيب ان احنا غلطنا مره ونغلط الثانيه ونغلط الثالثه، بس العيب ان احنا نستمر في الغلط. لازم نصحح الغلط، لازم نختار صح، ولما الناس تشوف ايجابيات الصح اللي احنا هنختاره اكيد 1000000% مش هيرجعوا للغلط تاني مدى الحياه، وهيفضلوا طول عمرهم يختاروا مدى الحياه. وانا براهن على المواطن الحلواني والتبيني، وباطن على المواطن بتاع مايو، براهن على المواطن بتاع المعصره وحدائق حلوان، براهن على كل المواطنين ان هم هينزلوا يقولوا رايهم صح. محدش هيعزف عن الانتخابات، لا لا تمام، مش هنسيب ولا احنا هندي فرصه لحد، ونسيب العمليه الانتخابيه تمشي لاي حد يشتري اصوات الناس الغلبه بالفلوس. احنا مش هنسمح بالكلام ده، حلوان مش هتسمح بالكلام ده تاني يا استاذ اسلام. تمام، بنشكر حضرتك جدا. دلوقتي احنا عايزينك توجه كلمه للاستاذه ايمان. استاذه ايمان مع حضرتك. مساء الخير يا استاذه ايمان. مساء النور، اهلا بحضرتك. ازاي حضرتك، عامله ايه؟ اهلا بحضرتك، الحمد لله. اشكر حضرتك. الحمد لله، الله يخليك يا استاذه ايمان. انا بس احب اقول لحضرتك نبذه بسيطه. انا من حسن حظي ان انا كنت واحد من ضمن الالاف اللي اتربوا وتتلمذوا على ايد استاذي الفاضل والد حضرتك الاستاذ حسين عبد القاسم رحمه الله عليه، الله يرحمه. الراجل اللي بتضج المجالس من طيب سمعته وخلقه الطيبه، ونرجو من الله عز وجل ان حضرتك تحذي حذف ابيك رحمه الله عليه. اشكر حضرتك. واحب بس سؤال اخير استاذن الاستاذ اسلام. اتفضل 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 استاذ محمد. انتهز بس الفرصه فضل. واسال الاستاذه ايمان اتفضل. بصفتها مناره من منارات العلم في التربيه والتعليم، ايه هي رؤيه حضرتك المستقبليه لتطوير العمليه التعليميه في حلوان؟ وشكرا. شكرا حضرتك استاذ محمد، شكرا جدا. بالنسبه لسؤال الاستاذ محمد، احنا طبعا عايزين نسعى بقوه في بناء مدارس لاستيعاب الكثافه الطلابيه ديت. تاني حاجه ان احنا نرتقي او نحسن حاله المعلم. تالت حاجه نخفف العبء على اولياء الامور للطلاب دول بالنسبه للمصروفات الدراسيه. رابع حاجه ان احنا نسعى بقوه بالنسبه للخطه والموازنه بمجلس النواب، ان احنا بنطالب فيها الدوله ان هي تمدنا تزود ان احنا معلش مع حضرتك الموازنه، ان احنا قد ايه بنطور من الموازنه بتاعتنا، بنحط بنزود، بنشوف الموازنه بتاعتنا. احنا عندنا موازنه معينه في مجلس الشعب، المفروض ازاي قدر من يزيد الدولة الموازنه بتاعه حي حلوان لصالح حلوان عشان نزود المدارس. احنا عندنا عدد صحراء كبير جدا. احنا النهارده احنا اتكلمنا مع استاذ محمد في نقاط كتير جدا علشان ده يقول لحضرتك قد ايه بيوصل الصوت الحقيقي للمواطن، او قد ايه هو بيتكلم عن التطوير وازاي هنطور وازاي هنعمل. ومعنى ان هو عمل مداخله لحضرتك ان حضرتك من الشخصيات اللي قليلا اما بنلاقي راجل محبوب، هو قد ايه ليه شعبيه، هو مالوش، هو كان عضو مجلس محافظه، هو حاليا بقاله اكتر من 10 سنوات مالوش في الكلام دوت. فاحنا دلوقتي عايزين نقول لحضرتك دلوقتي نتكلم عن، نتنقل من نقطة التعليم ونتكلم عن مشاكل التوك توك. هنعمل فيه ايه؟ حضرتك مشكلة التوك توك ديت هي مشكلة بتقرب كثير من الشارع الحلواني. تمام. بس حضرتك انا عملت مع يعني دراسة ميدانية كده، لقيت ان اصحاب التكاتك دول ده التوك توك ده مصدر عيش ليهم. فطب احنا نعمل ايه؟ احنا عايزين نعمل نعمل اول حاجه تقنين وضع التوك توك ده. ان احنا نخلي لكل توك توك رقم، ونخلي لكل صاحب توك توك رخصه خاصه بيه. نحدد ان العمر او العمر الزمني او السني لسائق التوك توك ده ما يتعداش مثلا او اكبر من 18 سنه. نعمل له تحليل
مخدرات عشان نشوف هو صالح او لائق للموضوع ده. احنا حضرتك ممكن في برضك دراسة معايا، يعني انا فكرت فكرة كده ان احنا نخلي كل توك توك في المكان ليه لون معين. تمام. يعني توك توك اللي هو في المعصرة دي فكرة كويسة جدا، لون توك تمام اللي هو امنع دخول اي توك توك غريب للمنطقة المكان. زي التاكسي في مدينة الاسكندرية مثلا. تمام. غير التاكسي في مدينة القاهرة. تمام. فكل التوك توك في حي معين ليه لون معين، حتى احنا مش هنكلف الدولة، كل صاحب توك توك ممكن يعمله، يحط بقى ستيكر، يحط بادج، يحط اللي هو يحطه، بس يبقى ليه لون مميز. تمام. ده طبعا هيميزه عن اي حد غريب، توك توك غريب بره. من الكلام ده معانا مكالمة تليفونية. استاذ حازم من حلوان، اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، اتفضل. اهلا وسهلا بيك. اتفضل يا فندم. اولا بشكر حضرتك جدا على المقدمة الجريئة اللي حضرتك قلتها ومحايدتك التامة. طبعا المحايدة التامة دي هي أساس نجاح أي إنسان، أو نجاح أي إنسان عايز يجتهد وأن هو يخدم مجتمعه. أولا أنا بشكر الأستاذة إيمان حسين، وبقول لها أن أنا فعلا فعلا كمواطن عادي وخاصة مقيم في حلوان، أن أنا استشفيت منها صدقها ومعاناتها من خلال الاول بدايه البرنامج، ان هي فعلا عانت من خلال الرعايه الصحيه لوالدها، وفعلا فعلا احساسها ده اتنقل لينا وحسيته بصدق، لانه فعلا النجاح بيجي من كنف المعاناه. فانا بشكرها وبحاسس فعلا ان هي هتفيد المجتمع وهتفيد دايره حلوان والمعصره، وان شاء الله باذن الله احنا فعلا كمواطنين بندور على اي نموذج ناجح وكف ان هو يخدم مجتمعه. فانا فعلا ببارك خطواتها، وان شاء الله باذن الله تكون عند حسن ظن الجميع، وباذن الله ببارك خطواتها، واتمنى من كل مواطن خاصه في حلوان ان هو يدعم الاستاذه ايمان من خلال برنامجها الناجح وخدمه المراه وخدمه المجتمع وخدمه الصحه. فانا ان شاء الله باذن الله بتمنى لها النجاح وبتمنى لها كل خير، وان شاء الله تكون عند حسن ظن الجميع، وباذن الله تمشي على ميثاق والدها المعلم الجليل اللي هو بيخدم، اللي هو فعلا خدم المجتمع بتاعه من خلال ان هو كان. انا فعلا يعني عاصرت الموضوع ده بنفسي وشفته ان هو كان بيصحى من الساعه 6 يخدم الطلبه من غير اي مقابل مادي، والتربيه دي استشفت، والتربيه بتاعت الاستاذ حسين نجحت انها تطلع نموذج ناجح وشريف زي الاستاذه ايمان. فبارك لها وبشكر حضرتك جدا. بنشكر حضرتك على البرنامج الظريف دوت والجميل. بنشكر حضرتك جدا، شكرا جزيلا. علشان وقت برنامجنا بيجري، عايزين نسال حضرتك البطاله في حلوان هتعملي فيها ايه؟ تمام. هو حضرتك بالنسبه للبطاله في حلوان، انا مش قادره استوعب ازاي يبقى في بطاله في حلوان، مع ان حلوان دي فيها مصانع كتيره جدا. تمام. حلوان هي قلعه الصناعه منذ الانفتاح الاقتصادي منذ القدم. تمام. حضرتك احنا عندنا كم هائل جدا من المصانع والشركات، زي مصنع الحديد والصلب حضرتك، في مدرسه احنا عايزين نعمل على تطوير المدرسه ديت، في حضرتك مصنع النصر للسيارات، عندنا مصانع زي مصنع الحديد والصلب، عندنا مصانع زي النصر للسيارات، عندنا مصنع الغزل والنسيج بحلوان. تمام. حضرتك مصنع النصر للسيارات دوت، ده بيماثل المصانع السيارات عالميا. طب ليه احنا ما نقدرش نفتحه تاني، نعمل على عادة فتحه، وان احنا نعمل له مدرسة ليه خاصة لتعليم الايدي الماهرة، ان احنا نعمل اتصال ما بين المدارس، تطوير شامل ما بين المصانع جوه المصنع والربط بين المدرسة والمصنع. بالظبط. وبالنسبة لشركة شركة الغزل والنسيج ده، حضرتك كان فيها مدرسة وهي دلوقتي الشركة دي مغلقة، ليه ما عادش ان انا اعمل على فتح المدرسة دي تاني وتطويرها وتشغيل فيها المصنع ده، يشتغل فيه ناس من اهالي حلوان فقط، يقتصر على دايره حلوان. فكده بكده هنعمل اكتفاء ذاتي لحلوان باهلها وشبابها، مش هندخل حد من بره الدايره ان هو يشتغل في المصانع ديت. اكتفاء ذاتي كويسه جدا، برده ما سمعناهاش من نائب قبل كده، اكتفاء ذاتي لشباب حلوان بالمصانع بتاعتهم بالشركات بتاعتهم، عدم دخول يد خارجيه من اي مكان تاني عن دايره حلوان. تمام. احنا هنتكلم عن دلوقتي الجولات اللي حضرتك عملتيها. حضرتك كلمينا عن الجولات، اما نزلت الشارع كان ايه، او ايه اللي شفتيه في الشارع في حلوان؟
حضرتك هو طبعا نتفق في كل حاجه مع كل حي في المنطقه، ان الحاجات الاساسيه او الرئيسيه المشاكل بتاعتهم الاساسيه دلوقتي احنا الصحه هيتعرض والتعليم. الفيديو اللي حضرتك للجولات بتاعت حضرتك قد ايه كنت نازله ونازله الشارع وعايشه مع المواطن البسيط اللي هو انا ما بدورش على يافطه، ما بدورش او انا ما عنديش الامكانيات اللي تخليني اعمل 1000 يافطه او اعمل مؤتمرات كبيره، انا نازل الشارع علشان اخدم المواطنين الحقيقيين في الشارع المصري. حضرتك هو المواطن اللي انا قابلته مواطن بسيط جدا، كل احلامه وطموحاته حاجه بسيطه جدا، عايزين يتعالجوا صح، عايزين ياكلوا ويعيشوا ويشربوا وبعد كده يتعلموا. نتكلم عن اللي نقول عن الطبقه اللي محدش يعرفها اصلا. بالظبط، يعني الطبقه اللي هم بيتكلموا عن كرتونه، هي الناس دي مش بتدور على كرتونه، هي الناس دي بتدور على حد يحس بألمهم، حد يحس بمشاكلهم حقيقي. ودي انا لمسته في حضرتك اما شفت الصور قد ايه حضرتك بتخش في حواري، قد ايه بتخش في شوارع ما حدش بيخشها او ما حدش يعرفها اصلا. يعني احنا بندور على النهارده على اعضاء مجلس النواب ما بيخشوش حواري في اماكن في المنطقه بتاعتهم، ما يعرفوش الاماكن دي اسمها ايه. ما هو ده حضرتك هو ده المواطن البسيط اللي احنا المفروض كمجلس نواب ان هو مترشح عشان يجيب حق كل مواطن بسيط زي ده. حضرتك هم احلامهم بسيطه جدا، في واحد منهم بس قال لي احنا لو لقينا حد يوفر لنا كيس دم، كيس دم ده بالنسبه لاي حد يعتبر حاجه هينه او بسيطه، لا كيس الدم ده بيساوي حياه انسان، انقاذ انسان. هم عايزين حد يوفر لهم ده، مش عايزين، مش طالبين حاجه تاني، طالبين ان هم يتعالجوا صح، لما يتعبوا يلاقوا علاج، يلاقوا ادويه يتعالجوا بيها وهم بكامل كرامتهم، ما يحتاجوش لحد. نتكلم عن اخر حاجه او الحاجه اللي انت شايفاها نفسك تقوليها من جواكي لاهل دايره حلوان، المواطن البسيط، المواطن اللي عانى كتير جدا من الكلام والوعود وكل الكلام دوت، تقدري تقولي له ايه او كلمه تقوليها له يتعوض بيها عن سنين راحت وقد ايه عايش مفيش صحه مفيش تعليم كل الكلام ده مش موجود، حضرتك تقولي له ايه؟ يعني ان شاء الله هو المواطن ده لو نزل ان شاء الله وادى صوته صح، ربنا ان شاء الله يخلي الحاجات دي كلها تتغير وان احنا نقدر نعمل حاجه ويوصل للي هو عايزه، يعني يقدر يلاقي رعايه صحيه، يقدر يلاقي حياه كريمه، يقدر يلاقي ميه، هو عايزين في اماكن ما فيهاش ميه ما فيهاش غاز، نرصف له الشوارع يبقى في اناره، بالنسبه للشوارع في كمامه ملقاه في كل مكان، احنا عايزين ان احنا نشيل الكمامه ديت اللي بتؤدي الى، وهي اخر كلمه هنقولها هي اعاده الحياه الكريمه الطبيعية للمواطن حلوان. وبكده بتنتهي حلقتنا النهارده، بنشكر حضراتكم جدا. عايز كل مواطن في حلوان يتأنى ويسمع الكلام ويشوف كل مرشح بيقول ايه، انا ما بقولش وما بتحيزش لحد، بس في مواطنين حقيقيين هم بيترشحوا للبرلمان هم غير قادرين ماديا بس هو فعلا نفسه يخدمك، هي كان باباها مربي فاضل وعانت وشافت بعينيها الموقف الحقيقي اللي خلانا نشوف المشاكل الحقيقيه لينا. بنشكر حضراتكم والى اللقاء في الحلقه القادمه ان شاء الله. شكرا.